بيكم في رسيت اليوم به نحب نشكركم برشا على تشجيعاتكم البنات، والله يعطيكم ألف صحة. اللي معناها عجبكم الماكلة الصحية واللي شجعتوني باش ديما نصور لكم هكايا. أنا نقول معناها ما هوش باش يهتموا بالماكلة الصحية وباللي غسيت، هما ماهوش دي غسيت اللي حاجة كبيرة، أما هذا هو العادي نتاعي معناها يومياتي. أنا شنو ناكل نحاول نخطر كل صباح نصور فطوري نتاع الصباح، دونك نحطهولكم في أول الفيديو، ومن بعد فطور القايلة اللي أنا نحضره في الليل، يعني كي نروح على خاطر ناكل وجبة بركة تتسمى اللي هي فطور القايلة وفطور الصباح. به اليوم حبيت كما قلت لكم كالعادة بروتين، ومعاها يا إما سلطة نية يا إما مشوية يا إما طايبة هكايا سوب دو ليغوم. دونك اليوم باش نعمل، تحب تصور الكونتينو معناتها مش انا ما نطيبش معناها انت كده. لا مش معناها يجي في بالهم معناها انا ما نطيبش هذاك. لا هي ما بطبيعتها طيب ماكله صحيه، اما انا كل نهار شنو يظهر لي هكاك نشتها حاجه نقولها يا خليني نعملها، اما ما قاعده طيب لي هي وبا في ماكله صحيه زاده، اما انا ما يظهرليش باش ناكلها. كيما اليوم ماما شنو طيبة انتي؟ نعم شو باتريليون مثلا طيب انا طوى هذا وقتي نتاع دخول الكوجين عليه باش نعدي نهار كامل حياتي كامله، انا طوى تحليلي اما مسيطرة متمكنة ومش ممكنة. ايوا متمكنة ومش ممكنة، انا مش هكرر تاني مسيطرة. كيفاش هي؟ انا متمكنة. لا ما نحبهاش غنيتها جديدة، نحب كان مسيطرة. انا حمشيكو مسطرة. بيه البنات هذايا هو اجوائنا حاصلو، نعبي لكم الفيديو حاصلو بالضحك والحكايات انا وما اكثر من الضحك الصغار اكثر من قصتي. والله ما نحبش الضحك والترهيد والتفريد. بيه البنات الغسيل سهلة على الاخر، كعبتي نقرع اخضر، كعبتين سفناريا، كعيبة بصل، اللفيح نتاعي ملح وفلفل احلى وطريف كركم وشوية زيت زيتونة. هذيك هي الحكاية. وبشنو العشاء نتاعي؟ الفطور فلوتي اللي هو معناها سوب، نجم نقولو نتوما سوب دو ليغوم. يعجبني برشا الحقيقة هذيا، ديما معناها في لي ريجيم نتاعنا اي سورتو في الشتاء نعتمدو خاطر ياسر مهدي ياسر بنين. بعد ما يطيب البنات تنقول لكم شنو ما لاستوس الحاجه اللي تبان انه تخلي فيها كي القول اللي ديما تخلي ديما ترجع له، فوالا تاكل الخضره وديما ترجع له الفيلوتي. دونك يلا نبداو الفيلوتي نتاعنا. اول حاجه باش نحط شويه زيت في الطنجره نتاعي باش نقص الخضره نتاعي الكل ونفوحها. الوقت هذايا ما نتصور نغلي الماء ومن بعد نصبهم يطيبوا كل في الماء من غير ما نمرق، يعني من غير ما نقلي. لا باش يعطيك حاجه قوبني. قص الخضره قليها في شويه زيت، مش باش تقليها جوست يدفع عليها الزيت، تاخذ ذاك القو نتاع الزيت ومن بعد تصب عليها ماء سخون. دونك نحل البويوار توا ونخلي الماء نتاعي يسخن لو طون اللي انا قصيت الخضره. سما سكر باهي لهنا قصيت الخضره نتاعي، هكا حطيت البصل اول حاجه والسفناريا والقرع الاخضر. ما تقلقوش رواحكم ياسر في القصان على خاطر هي كلها باش تطيب مع بعضها ومن بعد باش ترحيوها نتوما بالبغا ميكسور. لهنا باش نحط لفيح نتاعي وباش نحط كل شيء على النار. هذه هي الوصفه سهله مهله. كيفاش مع الغسيت باهية للي بيبي؟ بالطبيعة ينجمو يطيبوها اللي عندهم وليدات صغيرين، حتى من عمر 4 شهور ينجمو يعملولهم فلوتي. أما شنو ينحيو بركة البصل، يخليو جوست معناها الخضرة من غير بصل من غير ثوم، قد ما يكبر صغير يزيد من غير فيح زيد ينقصوا شوية كركم باهي الفلفل الأكحل نكتة يحطو ميكسروش، وماذا بيهم الملح ما يحطولهمش. وكاو ينجموا يزيدوها قرع احمر، كل مره يزيدوا لهم حاجه، كل مره يدخلوا لهم حاجه منها باش يجربوا على الحساسيه، قداش عندهم حساسيه من نوع تاع خضره، ومنها هكا حاجه باهيه ومنفعه
سورتو الفريدو يزيد يخليهم ياكلوا. عاد حرقت لي الرسيت، انا مازال ما قلت لهمش شنيا، قلت لهم بكري عندي استناو لاستيوس، حرقت لي لاستيوس ديما كي كان نقول لهم راني باش نخبي عليكم حاجه كلها لكم بعد حرقت لي السر نتاع الوصفه بتاعي اللي هو الفريدو يا بنات. ما يغليش عليهم. بعد ما تطيب تشوفوها تويكا السوب نتاعنا ونرحيوها بالبغا ميكسور، كان باش تاكلوها انتوما بالوقت تزيدوا مغرفه الفخيدو مع السوق وترحيوها وتاكلوا صحه وبشفاء. واذا كانكم كيفي انا معناها تهزوا فطوركم المنغدوه، والا باش تخليو باش تعملوا باتش كوكينغ ولا حاجه تخليو مغرفه الفخيدو تحطوها وقت اللي تجيو باش تاكلوا، يعني تحط في الصحفه تحط مغرفه مغرفة الفخيدو معها هكا شويه كمون من غير تزيد زيتونه، اللي يحب الكمون يحط، اللي ما يحبش ما يحطش. اي تجي ياسر ياسر بنينه ومنفعه وتشبع ما شاء الله. شويه قلوب نتاع القراع، يزيدوا شويه قلوب نتاع القلوب هذيك اللي هما الكوش الغرين دو كوش، يزيدوهم ما في يزيدوهم ما في نجمو كعيبه زوزه ولا كعيبتين هكا يكسروهم ويرميوهم من فوق، ينجموا يعملوا توست يتفننوا ولا قد ما هكا تعطي كعيبتين توست بالفرماج وتولي حاجه لوكس وحاجه بنينه وياكلوها راهو يحبوها العائله الكل. باهي نحط طويق الماء، خلي يزيد يتقلى شويه. تقلى صافا ما نحبش ياسر انا راني. لا ما تخافش منه، مازال خلي يزيد يتقلى شويه. بالنسبة للبروتين البنات، مانيش باش نطيب لهنا البروتين على خاطر عندي الاسكالوب باش نعمل كيما شفتوه في غسيت البارح بالبصل والطماطم والفلفل. خرجتني ياسر ياسر بنينة بالحق، جربوها وتفكروني البنات والله ياسر بنينة. اما يقولي ما عملوش بالفلفل فما كانت فلفل دونك باش نعاود ان شاء الله غسيت البارح. لهنا تقليو بالكدا، توا باش نصب نمرق الماء نتاعي ما سخونه نغم هما كهاو بي شفتو القرع الاخضر ما فيش روح. ايوا بويا كيف سطح مسكين مازال حل عليها شفت البنات لهنا هاكا السوق نتاعي غليت شويه قاعدة هي تطيب على روحها غادي، وانا لهنا باش نحضر الاسكالوب نتاعي. وما هذه اللي تسمعوا فيها قاعدة تعمل باللي سوغوزا سلاد، هنوريكم الجو هذي الجو فوق الغاز، هذيك السوب قاعدة تطيب ولهنا التريلي قاعدة تتسمط وبعد تسقطها ديريكت في وسط شوربة الشعير. لا بنيتي ما تتسقطش ديريكت بنيتي. شناهي؟ ما نقشرها ونحملها الشوب يعني والراس. هي يعني تتسقط وهي طايبة. زيتون وصب. ما هي تتسقط وهي طايبة قصدي. بنيتي في هذه ما جبتيهاش بنيتي. ما قصدي أنا قصدي. تتحط وهي طايبه ما تطيبش في وسط الشوربه، تطيب في الماء ومن بعد هي هذاك شنو قصدي نحيو منها الشوك ونحيو منها اي هذاك اش قصدي انا قصدي تتسقط طايبه هكا توا يا البنات باش تردني انا ما العره ما نعرف هي لا محاله العره هي اللي مشات في السقينه كيفاش هو الفيديو نتاع المره اللي فاتت الحره هي اللي مشات في السقينه ما العره هي اللي انا الذكيه اي ما هو استنى كيفاش الفاز يعني توا اللي ماهيش حافه واللي ما تاخذيش واللي هذيك هي ذكية مش ذكية هذيك هي اللي خذيت اللي معناها ضرب ذكية ضرب ضربتها عرفت اش تعمل اما الحرة واللي تاخذي وكلها راهي قاعدة تتفرج والله مش قاعدة تتفرج اما قاعدة تستهلك في الطاقة والجهد نتاعها وجايبين عليها الماء كما نقولوا واحد ردوا بالكم تكونوا حراير يا البنات خليكم انا صاحبتي كل طيب اسمع والا كونوا حراير وتحت حس مس متضويوش بيهي باش البنات اللي قاعدين يتفرجوا ما همش فاهمين الموضوع هاني باش نهبط لكم الفيديو توا اللي كنت نحكي عليه
المرأة نوعان، كسلانة وشاطرة. تعريف الكسلانة هي أنثى ذكية فضلت راحتها ونفسها على كلمة فلانة شاطرة، فحصلت على العديد من المزايا، حصلت على خدامة في بعض الأحيان، وزوج يلاحق أولاده لأنه ما بمشي الحال يتكل عليها، والكثير الكثير من المزايا التي لا تعرفها إلا الكسولات. أما الشاطرة فهي أنثى أقل ذكاء فضلت الحصول على لقب شاطرة، وهي كلمة لا تغني ولا تسمن من جوع، فحصلت على تعب 24 ساعة، زوج اتكالي كسول يغضب لو تأخرت في أي طلب حتى وإن كانت متعبة صحيا، وأولاد معتمدين عليها في كل شيء حتى في حاجاتهم الشخصية، وتلاقيها طباخة، خياطة، سباكة، كهربائية، صبي البقالة، حتى عبد سعيد عامل الورشة تأخذ دوره في بعض الأحيان، وفي الآخر تدهور صحيا ويجحد زوجها كل خدماتها وتضحياتها ويتزوج عليها بوحدة كسلانة، ويحلف أنه ما داق طعم السعادة ولا عاشها إلا لما نتزوج الكسلانة لأنها تفرغت له وهي بكامل صحتها وزينتها وطاقتها الإيجابية. وأنت يا شاطرة خلي اللقب ينفع. عملت لميتك المعون متاع الكوجينة وقفت شوية إلا ما سيي الفلوتي متاعنا طيب، توا باش نرحيه بالبغا بلونجون بيه، توا ها باش نرحيه البنات الفلوتي نتاعنا حاضر. اذا كان انتم باش تاكلوه توا تحب ما نعمل لك صحفه نزينها لك بالخيدو به، اذا كان باش تاكلوه في الوقت الحالي يعني كمل سايي طاب باش تاكلوه حطوا في الصحفه وحطوا كل واحد معاه فوق مغرفه في خيدو شويه زيت زيتونه يجي بنين 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 على الاخر. سينو اللي يحب يحط شويه فلفل مهروش ولا هريسه عربي خاطر التوانسه ديما يحبوا الطاشه هذيك الحاره ينجموا راه يحطوا شويه يبدل المطعم. سينو خنوريكم هذايا الاسكالوب نتاعي سايي حاضر هاكا اللي ريتوني حضرته مع البصل والطماطم، حضرته سايي في حقة الفطور نتاعي، وتو باش نخلي هذايا يبرد من بعد نعبيه في حقة الفطور نتاعي وغدوه ان شاء الله. بس عندك روز راه شويه ليه سي بون على هكايا ما شاء الله شوك وبروتين يكفي. فوالا هذا هو كان فيديو اليوم خفيف نظيف ان شاء الله يكون عجبكم. طويل شويه لمحاله بالحكايات وكل